السلام عليكم جميعا قناة صدى الصوت على رصاد تي في. كيفاش هادو هاد المباشرة في مدينة الدار البيضاء بالضبط قرية ديال سيدي عثمان ديال سباتة اللي شهدت فيها واحد الحريق مول حريق كثير يا ربي السلامات. شي اللي ولينا تنشوفوه هنايا اللي كانوا الناس يتشكاو على المشاكل ديالهم ديال هاد الكواليس هادي اللي كتشاهدوا معاها. كان الناس هنا عادي بالرافق كان الناس هنا كيفاش شعلات عافية عرفتش السبب ما سمعت طق طق طليت ما انت العافية شاعلة ما عرفتش شكون اللي شاعلة كانت يلاه بدا يلاه حيت صبادي تكيت حفظك الله بادية بالله كنشعل في العافية نبقى فيها والو تقريبا ماشي أول خطرة ماشي أول خطرة شعلوا فيها العافية هذه الرابعة خطرة كيشعلوا فيها بالعالي الله ياخذها واش كتشعل بالعالي كيشعلوا فيها بالعالي هذه الرابعة خطرات رابعة خطرات رابعة خطرات حفظك الله فين الحمد لله الناس المحلات ديالهم تحرقوا الناس المحلات ديالهم تحرقوا وعندهم الخسائر لا ما كاين حتى شي واحد شعل فيه العافيه حتى واحد ما وصلته العافيه ولكن انما البراري شعل فيهم العافيه انا كنبات هنايا عندي محل تما كنبات فيها يلاه تكيت حيت صبادي تكيت سمعت طق طق طليت بان لي العافيه شاعله ندخل بحال هكا واللي دار هذا الشيء هذا اللي دار هذا الشيء هو هذاك اللي كيقولوا لي اللي كيقول التنميه البشريه هو اللي دار هذا الشيء كامل كيبات تما كيبات تما وكيدير بحال الساكنه ديال سباته تما الساكنه ديال سباته كاملين بمسي كاملين الدراري تما عاونوا تما السلعه تما خرجوا السلعه ديال الناس يا ولاد الدرب هنايا ولاد السوق كلشي عاونوا الناس هنا اللي وقع هو الناس مشات في حالاتها صافي سالاو كيعتقوا هذا الشيء لحظة 11 شونس ما كملاش 11 شونس وقع 12 شونس ياك معاش شدات العافية ما عرفوها من الناس طلعت الله اعلم كيفاش خرج كيباتوا هنا شي واحد من التنمية البشرية قال لك كيسمع ترك هذا مول المحل التنمية البشرية هو هذا احمد مية ديال الصناعه تخلي التنمية باش يدير الملك محمد السادس مرحبا بالتنمية شالوا حدايا هذه الرابعة في خطات ما كيشالوا فيها العافية بالعافية هاد الناس هادو ماشي نيشان يتابع لي هادو ربعة خطرات هما كيشالوا فيا العافية ربعة خطرات والناس ماشي نيشان كاين الناس هنا السوق ماشي نيشان كيبقاو في الليل هنايا ماشي نيشان هما اللي شالوا فيا العافية هادشي اللي كاين هنا مساء مدنية التنمية البشرية جا حضر شي فلوس هادي الوقت دابا باش يلاه تكيت دابا شي نص ساعة يلاه تكيت حيت صباطي تكيت حتى كنسمع طق طق طليت بحال ما كبنتي العافية شاعلة خرجت برا لا الله هو قريب هنا هذا ما كان هذا ما كان السلطه يعني هما اللي وقفوا معنا هذا السيد سيدي مولاي احمد هذا هو اللي بدات من حداه هذا كيبات هنا ياك كيسمع الطرق الطرق ناض لقاها شاعله جينا كنتجاراو لقيناه خارج وهي تبدا شاده عيطنا رجال المطافي كانوا بالمرسات ولا كل ما هما قلت لك كره الباقي الله في هذا الشيء والناس راه تحرقات وعوض لهم الله سبحانه السبب ديال الحريق هي اللي ما معروفاش هي اللي كيقول لك السيد سمع بنادم بنادم ماشي نيشان مجهوله بنادم شعل العافيه بنادم ماشي العافيه شعلت بوحده ما يمكنش بنادم عندهم ساعه عندهم بونج عندهم كلشي المحلات عامرين بونج وخداره ومخلطين حاط الناس حوايجهم كاين سلعه كثير اخويا كاين واحد الدري هنايا اسم محمد راه مسكين عنده شي سلعه انا يلاه مدخلها واحد الدري اخر راه هو تا هو تا هو يلاه مدخل السلعه واحد مول الزيتون راه مشى ليه داك البرامل ديال الزيتون والحامض راه مشاو ليه والخليفه على الله خويا هادشي تعويض الله اللي غيعوض غادي يحيدو ولكن يمشي راه باقي داكشي باقي بعيد ما كاين حتى شي حاجه ان شاء الله غادي تكون ان شاء الله المهم اللي كنشكروا الدراري ولاد السيكتور بعدا راه هما داروا خدمتهم ورجال المطافي راه مساكن راه كيتقاتلوا دابا راه ماشي ساهل هادشي السلطه راه ما داروا خدمتهم وهادشي اللي كاين انت اللي حرقتي الناس انت اللي خاصك تعاقب انت التقليد انت حيت بدات من عندك بدات من هاد الشتاء الشتاء واخا سيدي ها هما الناس ها هما الناس اللي كتقول بارك كنسمع في طرديك كذا جاو حرقوني ها الجماعه جاو حرقوني ها الجماعه شكون هو اللي حرقك وشكون اللي حرقك بوحدك انت يلاه تسكيت يلاه انت بوحدك اسي احمد لا هادي هي هضره الصح وانت كتقول لي اتق الله عرف شنو يخرج في الموت يا مولاي احمد ما تقولش حرقوني وحرقوني ربعة الخطر ايوا تسنتوا لي راه خلق الله وانت انا راه خدام في قبول القنادر والسيد هز التليفون وقال لي ما شاطش البراكه والو كيفاش؟
هو السيد حاضر خدام بالقنادل، خدام لنا واحد القنيطره بالقنادل، وهز التليفون السيد من هنايا وقال لي البراكه ما شاتها والو، قلت له خليفه الله وها الشهود وما كلش. هاد السيد هذا شنو النوع ديال التجاره اللي كتمارس انت السيد؟ صانع تقليدي احمد مياش، الصناعه التقليديه للقارزه ديالاش؟ الصناعه التقليديه للقارزه صانع تقليدي للملك محمد السادس، التنميه البشريه. الصناعه التقليديه اللي كتمارس؟ التنجار. تنجار؟ تنجار ميرويز يا نجار انا احمد مياش. النقش وبزاف ديال ماشي غير النقش، فيها النقش وفيها كلشي. احمد مياش التنميه البشريه. وانا السنة تحيت صباطي وانا تكيت. حتى كنسمع الطق الطق هزيت راسي بحال ما كتب لي العافيه شاهله بحال ما هكا في محالي حدا المحال. الا قلت لك شي حاجه غنكذب عليك اخويا. لا راه البركه ديالنا هذه، حتى جينا قالوا شاده فيها العافيه، راه جينا لقينا اللي عطى الله عطى. فيها السلعه؟ عندنا فيها السلعه كنحطوها. لا انا كنبيعو نشري في قيصريه. ما نقدرش نقول لك شي حاجه. عيطوا لنا الدراري العافيه الشاعله جينا قدر الله ما شاء فعل. تقدر تقول شي حاجه ولا تقول هذا هذا هذا، داك الشيء خاطينا اخويا. الله يسلمك.